بالتأكيد أنا لا أظن ولا أشك، عفوا أكثر من الظن، في نوايا السيد أبدا. وليس السيد وحده الذي يطالب بالإصلاح وبالتغيير وبتغيير العملية السياسية، المواطن العادي يطالب بتغيير العملية السياسية لأنها أثبتت عقمها وليس انسدادها. البعض يتكلم عن انسداد في العملية السياسية، أنا أقول عقم في العملية السياسية. أخي العزيز، أنا شاركت في كاستشاري في صياغة الدستور عام 2004، سفير منسب إلى مجلس النواب، وأنا منذ ذلك الوقت ارتأيت وتكلمت بشكل صريح جدا من ضرورة إنشاء نظام رئاسي أو شبه رئاسي للعراق. لما سألوني لماذا رئاسي أو شبه رئاسي وليس برلماني، قلت لهم أن العراق مر مدة 5 عقود بمرحلة ديكتاتورية وبحروب وباحتلال وبإرهاب وإلى آخره إلى آخره، هي 2005، ولذلك نحن بحاجة إلى سلطة قوية قادرة على اتخاذ القرارات. أما أنتم إذا أردتم نظام برلماني، فالبرلمان يعتبر مثل ما يسموه في بريطانيا مقبرة التشريعات، فليس له، لا سيما بل أنا كنت صراحة في الـ عندما تصير مناقشات بين المكون السني والمكون الشيعي والمكون الكردي، كل مكون يأتي بحقوقه، بعرض حقوقه وبعرض مطالبه صراحة، ومنطلقة من حقوق المكونية إن صح التعبير. ولكن أتوقف أحيانا وأسأل نفسي، أقول أين حق العراق؟ فلذلك كان بالحقيقة، كان آنذاك في صياغة الدستور كان المكون الشيعي متفائل جدا بالمستقبل وخائف من الماضي، والمكون السني كان يحب يرجع للماضي ولكن متخوف جدا من المستقبل، والمكون الكردي كان هم خائف من الماضي وهم خائف من المستقبل. فصار الدستور وكأنه مقاصة بين هذه الاتجاهات والتصورات والطموحات المكوناتية. فلذلك بالإضافة إلى أنه الدستور صراحة في مطبات عديدة، هذا شرحناه عدة مرات وقلناه، ولذلك الكل يتمنى تغيير العملية السياسية، ولكن هذا التغيير يجب أن يتم وفق الآليات الدستورية المتعارف عليها، وإن كان صعبا ولكن يجب الاحتكام إلى العملية السياسية، العمليات والآليات الدستورية. ليس يحق لا يحق لشخص سوى السيد البرزاني، سواء السيد نور المالكي، مع كل الاحترامات والتقدير للجميع، سواء السيد مقتدى الصدر، أن ينفرد برأيه ويفرض برأيه على الآخرين. هنالك مكونات، هنالك أحزاب، هنالك عمر من النظام السياسي 20 سنة، وإن كان يشوبه الفساد ويشوب العملية السياسية نواقص ويشوب الدستور نواقص عديدة، ولكن يمكن مثل ما يطالب السيد بالإصلاح. نعم،